يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى محل للمواد الغذائية والتي تبيع بالجملة، فسجل طلباتي في فاتورة ودفعت له المبلغ، ثم قام بإحضار ما سجله من محله وبعضها من جيرانه في المحلات الأخرى، هل يدخل فعله في بيع ما لا يملك؟ نعم، إذا كان سجلها وقبض منك الثمن وما هي عنده سلع أو بعضها، هذا بيع ما لا يملك. قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا تبع ما ليس عندك. نعم.